المدينة المحمدية أن تنظم النسخة الثالثة، وذلك بتشجيع الأوطان مجموعة الفضل وشخصيا السي الحاج الفضل الله يجزيه بالخير، والتعاون ديال جميع الفعاليات من جماعة المحمدية لا الوزارة حتى هي شي مبادرة اللي كان معنا السي مندوب الله يجزيه بالخير تدعمنا. طريق مفضل عضو مجموعة مفضل، حنا فخورين اليوم بالدعم ديالنا لهاد الجمعية اللي نظمت الفيستيفال ناسيونال الثالث ديال فنون الدفاع. هو لو بيت من هاد الدعم هو نشجعوا الشباب ديال المحمدية باش يتعرفوا شوية على الرياضات الموجودين ويحاولوا يختاروا كل واحد الرياضة اللي كتناسبو ويحاولوا يعمروا الوقت ديالهم ونهربوا شوية من هاد المشاكل اللي ولينا كنسمعوا في الانترنت، وبان الرياضه هي كتعاون الواحد على لا ميتريز دو سوا ولي كونترول دو سوا، ويعرف راسو شنو اللي مزيان ليه وشنو اللي صالح ليه وما صالحش في الدنيا. ونتمنوا بان هاد المبادرات يكونوا من عند مجموعات اخرين وفي النيفو ناسيونال كامل باش نشجعوا الشباب وما نخليوهمش في الهاويه. تم استزار على فعاليات مهرجان الوطني في نسخته الثالثة لمدينة المحمدية فنون الدفاع، اللي الحمد لله كما شفتوا لقى واحد النجاح كبير في ثلاثة الفقرات اللي كانوا فيه، يعني المريض والندوة ديال بن زاكور وكذلك العرض الختامي ديال فنون الحرب اللي تخلاتو تكريمات الأبطال والرواد وفعاليات رياضية بمدينة المحمدية، وكل هذا كان له الفضل بالدعم ديال شركات مجموعة المفضل، وشرفنا السي الحاج وكذلك رئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية ورئيس مجلس جماعي سيدي موسى بن مشدوب ورؤساء جامعات وعصاب، وكذلك شرفنا مندوب ديال الثقافة والشباب والرياضة هاد الإخوان تنقول لهم الله يجازيكم بخير، وكذلك الإذاعات الوطنية وإذاعات الإلكترونية تبارك الله عليهم. من هذا المنبر نعطيهم الشكر الجزيل، والحمد لله، وإلى النسخة الرابعة إن شاء الله موعدنا. المهرجان الثالث لفنون الدفاعية هو واحد المحطة أساسية، كنظن أن جميع الشركاء اللي شاركوا في إحياء هذه الليلة هي يعني ليلة من الليالي اللي كتعرف مدينة المحمدية واللي جمعت الأهالي وجمعت العائلات وجمعت النساء والأبناء ديالهم، وهاد اللمة هذه كتعكس واحد الجو عائلي، لأن هاد الأجواء هي اللي محتاجاهم يعني مدينة المحمدية باش كيكون يعني العائلات مجموعين تحت واحد السقف ديال ممارسة الرياضة، لأن الرياضة هي الوسيلة الوحيدة اللي يمكن نجمعوا بها جميع الطبقات الاجتماعية، ولا أدل على ذلك يعني الأبناء والوالدين، وهذا التشارك ديال الأبناء والوالدين كيخلق واحد الانسجام وكيعطينا واحد النكهة لهذ الليلة ديال المهرجان الثالث للفنون الدفاعية. وكنشكروا من هذا المنبر جميع القيمين على إحياء هذه الليلة، لأن صراحة ليلة جمعت جميع الفنون الحربية من تايكواندو من الأيكيدو من السامبو من تايجيتسي من الشيدو من الكاراتي، يعني هذا الزخم كيجعل يبين لنا أن مدينة المحمدية
لا زالت تعج بالطاقات ولا زالت تعج بالمواهب الصاعدة خصوصا في ميدان الفنون الدفاعية كسابقتها في كرة القدم اللي أعطت نجوم كعسيلة فراس وحدادي والأخوان الرعد ومجموعة من النجوم. كنتمنى تكرر مثل هذه التظاهرات ومثل هذه المناسبات في رياضات أخرى.